طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الشرابة بالعراق يعني العرق شيء. أردحش وياكم بهالطريقة. أنتوا من أيام هارون الرشيد؟ لا، مو من أيام هارون، من اختلق العراق قبل 8000 سنة. بس قلولي منو اللي وقف وياكم؟ أكو قلولي فلان مثلاً وقف ويانا ودافع عنا وعن حقوقنا وطالب بحرياتنا الشخصية، منو؟ ماكو ولا واحد. يا يهودي يا عبيد، انا وقفت وياكم. هسه شنو المطلوب من عندكم؟ يعني انا وقفت وياكم وانتوا اشرف من غيركم. من جيت القرن كله وشاحن لا عدتنا لا نبض ولا قادن يا شاحن. ايها العرق شي، كلكم اخاطبكم توقفون وياي مثل ما انا وقفت وياكم. على مود الشمس وشاحن. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. رئيس الحكومه حيدر العبادي كشف عن تعرضه لتهديدات من قبل قاده في ميليشيات الحشد الشعبي، وحذر هؤلاء القاده من مغبه الاستمرار في هذه التهديدات. طبعا ياتي ذلك تزامنا مع اعتراف رئيس الحكومه حيدر العبادي بوجود فساد مالي بين قيادات ميليشيات الحشد تتعلق بسرقه رواتب واموال لعناصر الميليشيات. العبادي قال بأن بعض قادة ميليشيا الحشد يقومون بسرقة أموال المقاتلين ويقتسمونها بينهم، ولفت إلى أن مدير مالية الحشد الشعبي الذي اغتيل قبل أيام وهو قاسم الزبيدي زوده بهذه المعلومات، وأضاف بأن قتلت الزبيدي لن يخيفوه. نأخذ كلمة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي ألقاها في مؤتمر انتخابي يوم الخميس الماضي في محافظة النجف. توجيه للمالية وتوجيه أيضا لهيئة الحشد الشعبي بشكل أخص أن نعمل على كيف ننفذ ذلك. قالوا اللي هو أحدهم الشهيد قاسم ضعيف رحمة الله عليه، الذي اغتيل غدرا وجبنا قبل 4 أيام، هو مسؤول المالية في هيئة الحشد الشعبي، تكلم معي. كان أكو اقتراح، صار الكلام أنه ما دام هناك أعداد تأخذ رواتب باسم الحشد وهي ليست من الحشد فلا يمكن أن ندفع زيادة، والمرة يكون نقضي على هذه الأعداد. هكذا صار اقتراح، ثم نفعل الزيادة، لأن سوي الزيادة يصير تكالب فساد أكثر، يعني الفاسدين راح يتكالبون على المال أكثر، هناك فاسدون يأخذون أموال المقاتلين ظلما وعدوانا. قال لي وقال آخرون بأنهم يعارضون التدقيق، ما يرضون ندقق عليهم، يرفضون بعضهم ندقق على رواتبهم، ندقق على وجودهم. أنا سألت متنفذين مسؤولين في الحشد، ما أكرر أسمائهم لأن قبل سنة ونصف ذكرت اسم أحدهم وعنفوه، كيف تتعاون مع رئيس وزراء؟ نريد ندقق، لأنه هو أخبرني كلام تفصيلي عن أولئك الذين يتجاوزون عن المال العام ويتجاوزون على رواتب المقاتلين، يصون منها لهم، يأخذون الأموال ويوزعها كيفما شاء. نعم، استمعنا إلى هذه الكلمة أو جزء من كلمة رئيس الحكومة حيدر العبادي. يعني طبعا الأعداد اللي ذكرها ما سماها هو، يقول هناك أعداد في داخل وقيادات في داخل الحشد الشعبي، وهناك فاسدون يأخذون
أموال الحشد وكما أسماها بالعبارة ظلما وعدوانا، وكذلك لا يريد ذكر أسماء من نقل له هذا الفساد المالي في الحشد خوفا عليهم، خوفا عليهم. معنا اتصال فاضل من بغداد، تفضل فاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تفضل. حياك الله، حياك الله في الدين، وحيا الله المستمعين إن شاء الله. يا هلا بيك. شنو رأيك بكلمة رئيس الحكومة حيدر العبادي؟ نعم، تفضل. ترى أجل السيد العبادي أن استقرار بعدم مشاركة الميليشيات أو الحشد بالانتخابات. نفض الشغلة من بداية، نفض الشغلة. أسمع مع الأسف يعني واحد يقتل الله، يعني صحبه ناس يعني شباب ومظلومين كثير. ليش؟ ليش نص هالمرحلة هاي؟ ليش؟ نعم. أنت ليش الزوارة تحدي الكلمة ما تلك؟ بعد الحشد ترشح وقائمة عنده اسمها قائمة الفتح، هو رئيس الحكومة يتعرض إلى تهديدات على لسانه. هو نعم وبعد ورا النتائج، ورا النتائج مال الانتخابات، أنا احتمال أول يقول يصير. نعم نعم فاضل. ليش برأيك رئيس الحكومة ما يقدر يذكر هذه الأسماء بالتفصيل أو الفصائل اللي موجودة داخل الحشد اللي تقوم بسرقة أموال المقاتلين؟ ليش رئيس الحكومة أعلى سلطة بالبلاد أو قائد القوات المسلحة وهو المسؤول عن الحشد، ليش ما يقدر يسميهم؟ نعم فاضل. فاضل من بغداد كان معنا. طبعا اسبوع واحد عن الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء البرلمان الرابع بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، طبعا كشفت مصادر سياسية عن وجود فيتو إيراني على تولي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ولاية ثانية مقابل دعم طهران لتقارب بين تحالفي ائتلاف دولة القانون اللي زعم نائب الرئيس نور المالكي وقائمة الفتح برئاسة هادي العامري المقرب والمدعوم من إيران. التقارب بين المالكي والعامري ينبغي أن يفضي إلى تشكيل كتلة سياسية قوية قادرة على الظفر بمنصب رئيس الحكومة بعد الانتخابات المقرر أن تجري في 12 من مايو الحالي بحسب قيادي في دولة القانون. وأكد بأن حظوظ حيدر العبادي في تولي ولاية ثانية أصبحت ضعيفة بسبب وجود اعتراضات داخلية متمثلة بجمهور ميليشيا الحشد كما يقول، الذي استفزه رئيس الوزراء أخيرا من خلال هذه الكلمة، من خلال تأخيره لصرف مستحقات الميليشيات المالية وأخرى خارجية يأتي في مقدمتها افتقاد العبادي للدعم الإيراني. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي احييك واحيي جميع العراقيين الابطال، حياك الله، اللي صوتهم وصل للعالم كله. العالم كله شايفكم يا ابطال، يا اصحاب العزه والشرف والكرامه والنخوه. العالم كله يترقب، العالم كله شافكم النهارده، وكله في تغيير قادم باذن الله تعالى. بس اصمدوا شويه في وجه الميليشيات والتنظيمات والشويه الصيع المرتزقه الغوغاء. اما سيدي بالنسبه لموضوع حيدر الحشد بيهدده وبيدلعه وبيوكر الشوكولاتة، انت يعني انت هتلف وتدور في نفس حيدر انت كفايه هرتله كده، كفايه هرتله. انا من رايي لا تكلمنا عن الحج ولا تكلمنا عن ابيض ولا انا رايي تكلمنا الحاجه. طب خالك ايه النهارده؟ غسلت اسنانك ولا لا؟ سيدك ترامب صرف لك الحوافز والبدلات ولا لا؟
كان وعدك ببدله استعمار كده هديها لك، لا اديها لك ولا لا؟ لان انت لا تصلح اساسا لا للسياسه ولا تتناقش اصلا في السياسه ولا بتفهم حاجه. هو ده مش الحاج اللي انت عملته؟ هو ده مش الحاج اللي انت انت عاملين خطه يعني في الفيلم وفي النهايه الحاج يطول على السلطه وتقوله بسياسه الامر الواقع؟ مش هو ده المطلوب؟ نطالب بنشر قوات من الامم المتحده على الحدود العراقيه الايرانيه لتامينها من تدفق المنظمات والتنظيمات اللي بتخرج من ايران الان. حضرتك ايران تهيئ الان وتجهز تنظيم دوله بديل لتنظيم الدوله بنفس الزي ونفس الفكر المتطرف المجرم عشان تفضل السيناريوهات شغاله. فبناء عليه نطالب مجلس الامن ونطالب الامم المتحده ونطالب كل انسان عنده كرامه، عنده نخوه حتى او رجوله، ونشر قوات من الامم المتحده لاغلاق الحدود العراقيه الايرانيه ومراقبتها رقابه صارمه. ساعتها هتبقى في دوله، ساعتها هتنجح الدوله، يبقى في دوله. انما شويه ميليشيات عاوز يستدركهم الى سوريا عشان يصفوهم هناك، الميليشيات فهمت الخطه. هيدر عاوز يستدرك الميليشيات الى سوريا. طب انت يعني بتستدركهم الى سوريا عشان يروحوا يحاربوا الامريكان؟ طب ما الامريكان قاعدين في المنطقه الخضراء معاكم، هم اللي بيقودوا البلد اصلا. انتوا حكومه عار ومهانه، انتوا حكومه غير شرعيه، الشعوب غير معترفه بيكم، لا تصلحوا في اي شيء، مفسدين في الارض. ندعو الله عز وجل ان يخلص اخواتنا واهلينا في العراق منكم ومن وجوهكم، ويسود العدل والسلام والمحبه افضل من وجوهكم يا اعداء الانسانيه، يا عار، يا عار على كل حر يسكت عليكم سواء في الخارج او في الداخل. يسقط يسقط حكم الميليشيات، يسقط يسقط حكم الفوضى والغوغاء. وشكرا لحضرتك. شكرا مصطفى السيد من مصر كان معنا. القيادي اللي داخل ائتلاف دولة القانون طبعا طلب عدم الكشف عن اسمه في حوار مع صحيفة العربي الجديد، قال بأنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الإيراني في العراق سواء كان عسكريا أو سياسيا، كما لا يمكن نسيان مواقف طهران في تلافي الانقسامات الشيعية المتكررة كما قال. وأشار إلى أن مسؤولين زاروا العراق أخيرا أكدوا صراحة أنهم ضد ترشيح العبادي لولاية ثانية، وأن موقفهم سيبقى داعما للتحالف بين نور المالكي وبين هادي العامري في حال تم تشكيله بالفعل بعد الانتخابات. في السياق نفسه ومن داخل ائتلاف دولة القانون، المرشح عن دولة القانون سعد المطلبي أكد بأنه وهو مقرب من المالكي بأن الحديث عن التجديد للعبادي لولاية ثانية واستنساخ حكومته أمر صعب جدا كما قال، بسبب انقسام الشيعة إلى 5 تحالفات قوية كما قال سعد المطلبي. أوضح بأن الوضع اليوم يختلف عن السابق، وشرح سعد المطلبي بأنه في السابق كان لدينا التحالف الوطني فقط، ومن أراد تشكيل الحكومة حينها تحدث مع قياداته وتم الاتفاق على اختيار العبادي، واعتبر بأن التنبؤ في الوقت الحاضر غير ممكن بسبب ارتباط المسألة بمزاج الناخب العاطفي الذي قد يغير رأيه في اللحظات الأخيرة، لكنه استدرك بأن الشيء المؤكد أن ائتلاف دولة القانون سيكون الكتلة الأكبر عددا في البرلمان. يقول بأن دولة القانون سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان، وأشار إلى تقارب كبير مع تحالف الفتح التابع للحشد، وبشأن المسافة بين الفتح ودولة القانون من جهة والفتح وائتلاف النصر بزعامة العبادي من جهة أخرى. قال المطلبي بأن قائمة الفتح أقرب إلينا بكثير، وأقر سعد المطلبي وهو عضو في مجلس محافظة بغداد بوجود تدخلات خارجية، وأشار إلى أن الإيرانيين أذكياء وسيتعاملون مع الواقع الذي يتلائم مع مصالحهم، ورأى أن موضوع تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون سهلا على الأمريكيين لأنهم لا يمكن أن يفتحوا خط تواصل وتفاهم مع تحالف الفتح الذي تقف وراءه ميليشيات الحشد الشعبي. معنا اتصال أبو علي من صلاح الدين، تفضل أبو علي. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عمر بننزح مداخلة وغير لا يقصد العبادي، لأنه يعني أكو خلافات بينه وبين الحشد. نعم. ومنه وجد الحشد ومنه هم خيمة للحشد، هو أساسا هو أقر هذا الشيء للحشد. صح، هم اثنينهم حزب الدعوة، إذا الحشد حزب الدعوة، وإذا دولة القانون حزب الدعوة، وإذا الفتح وإذا النصر هي كلها حزب الدعوة،
واساسا هي الام والاب الرئيسي هي ايران. نعم. هسه العبادي يعتبر نفسه خلاف مع الحشد، هو من وجهه الحشد هو لان هو يعتبر رئيس الدوله. وعود نتمنى العبادي يقول سوف اطلع دم هذا اللي قتل، الله يرحمه لان هذا مسلم، قتل هذا الرجل لانه انا راح اطلع دم. انت مواعدت قبل مواعده النازحين بعوده النازحين، وين الوعود مالتك؟ نتمنى كلامك يكون مضبوط. صح انت ربطت بريطانيا نفسك شوي، عندك ثقافه اكثر من دول القرد العلوج. يعني انت المجاوعات بالديبيز ودخول بغداد والحشد، تدري بيه انت شلون يمنع عن الرمادي دخول بغداد؟ شنو اللي عملت لبزيبيز وكنت راح اخذ اجراءه يابا ما يدخلون بغداد الا بكفيل؟ انت شنو اللي قدرت تسويه؟ النازحين شنو اللي قدرت تسوي لهم بعودة النازحين؟ حوادث كثيرة. يعني أنا أعرف آخر حادثة الطارمية. نعم. يعني بدأ بق يطلع سعد معا شذب ماله والدجل مال بين 13 واحد قتل وكذا، شكلهم ما أكثر من 18، يعني حتى أكثر من 27 قتل وجريح. يعني نعم. قبلها حادثة قرية الجمهورية في قضاء السجيل، يعني اكو احداث كثيره انت تتبع بان انت اللي وحده منهم بس انطينا وحده من عدن واعدت بها. انقطع اتصال مع ابو علي من صلاح الدين. طبعا سعد المطلبي اوضح بان الانتخابات السابقه التي اجريت عام 2014 شهدت طبخه كما سماها، طبخه سياسيه حرمت نور المالكي من تشكيل الحكومه، حين تمكنت القوى الخارجيه من الاتصال بالجهات المعارضة له وتحريضها على عدم القبول به، وهذا الأمر قد لا يتكرر على لسان سعد المطلبي. أشار إلى أن الخلاف بين دولة القانون وائتلاف النصر متعلق بحكومة الأغلبية السياسية التي يطالب بها ائتلاف المالكي بتشكيلها، وأوضح بأن ائتلافه غير مستعد للتعامل مع أي تحالف يعيد العمل بالمحاصصة والتوافق السياسي. بالمقابل يبدو بأن الفريق السياسي المقرب من رئيس الحكومة حيدر العبادي غير مكترث بالحديث عن تلويح إيران بسحب يدها من دعمه لولاية ثانية، وأكد مستشار رئيس الوزراء في هذا الصدد وهو رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري بأن العبادي يعول على جماهيره في الداخل وخصوصا المحافظات المستعادة من سيطرة تنظيم داعش. أوضح على صفحته في موقع فيسبوك بأن مستوى التأييد لقائمة العبادي كما يقول قائمة النصر في محافظات الأنبار، صلاح الدين، نينوى يثبت بأننا أمام معادلة وطنية كما قال. الحديث عن دعم إيراني للمالكي والعامري على حساب حيدر العبادي يأتي بعد نحو أسبوعين على لقاءات منفصلة. هذه اللقاءات جمعت السفير الإيراني في العراق إرج مسجدي بنور المالكي وبهادي العامري للاتفاق على تشكيل كتلة شيعية كبيرة قادرة على تشكيل الحكومة المقبلة، كما تنقل المصادر من داخل قائمة الفتح ومن داخل ائتلاف دولة القانون. وفقا لمصادر سياسية أكدت بأن العبادي الذي لم يكن ضمن دائرة لقاءات إرج مسجدي أصبح خارج إطار الدعم الإيراني للمرحلة المقبلة. وكذلك يوم أمس ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي تحدث في خطبة الجمعة ودعا إلى تفادي الوقوع في شباك المخادعين كما قال، من الفاشلين والفاسدين من المجربين أو غيرهم، ولم تسمي المرجعية بالضبط من هؤلاء. خلال خطبة الجمعة كذلك أشار إلى أنها ترفض أي تدخل خارجي في الانتخابات لأن العملية الانتخابية تمثل العراقيين وحدهم. أبو علي من صلاح الدين عاود الاتصال، تفضل أبو علي. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. آسفين على الانقطاع. الموضوع كان اللي كنت داخل بي على المدل العبادي والحشد، ما يسمى بالحشد يعني هي عصابة إيران. نعم. هذا الحشد ما مقصود، بس العبادي اللي يقصد العبادي رئيس الدولة، العبادي ما يقدر ولا يقدر يشتوي الحشد ولا يقدر ينفذ أي قرار العبادي جايبول عنه. يعني نتمنى العبادي يقدر يحشوي يصدر أوامر للعبادي وغير العبادي. يعني كثير من الجهات الأمنية هو ما يقدر يسيطر عليه العبادي. نعم. يعني أكو مناطق حتى مراكز الشرطة اللي مثبتة
قديم انشال في مركز الشرطه وجاء نصبه العصايب وغير العصايب. نعم. اكو سجون سريه العباد يقدر يصلها، اذا يقدر يصلها كان من الناس اقدر انطيه كم سجن سري، بس ما اقدر انطيه على الهواء لان هذه شغلات ما اريد اكشف عنها. اكو سجون سريه يقدر يصلها العباد، هاي الناس اللي معتقل لما يدور اصوات، انا انطيته كل الاصوات خليه يروح يدخل على السجون السريه سواء في سامراء او في الصحراء النباعي. نعم زين. هو تحدث أبو علي حيدر العبالي تحدث بكلمته في المؤتمر الانتخابي بالنجف، تحدث عن الفساد المالي وهناك من يتصرفون بهذه الأموال العائدة إلى الحشد، وأن اغتيال مدير المالية قاسم الزبيدي جاء بسبب كشف لهذا الفساد. الرجل كالعادة ما سمى هؤلاء وقال إنه إحنا حتى اللي نقلنا هذا الفساد ما نقدر نسميه، خشية عليه، لأن قبل سنة ونص أنا تكلمت على لسان حيدر العبادي يقول تكلمت على شخص نقل إن أحداث وتفاصيل داخل الحشد فساد يعني، وتم تعنيفه وقالوا له أنت شلون مقرب من رئيس الوزراء؟ إذا رئيس الوزراء نفس التساؤل، إذا رئيس الوزراء لا يستطيع كشف أسماء فاسدين داخل الحشد الشعبي أو داخل مؤسسات أخرى، إذن من يستطيع أن يكشف هذه الأسماء؟ أبو علي. ألو. أسمعك أبو علي. أخ عمر، ما يقدر حد يستطيع على هذه القرارات يصدر ينفذ أي قرار على إيران، لأن القرار الرئيسي والأدبي من يصدر من إيران، ما يصدر لا من العبادي ولا من الحشد وغير الحشد. الحشد تبعيته إيران يعني، لا الذي ما نقصد يعني أكو من عندهم حشد عشائري ما مقصود، حتى ما يكونون يقولوا ضمون المتصلين. القرار الرئيسي والأدبي الرئيسي وجاء يصدر من إيران، لأن يعني قبل نوري المالكي قال أنا إذا بحشي راح أخليها تصير البوكسات، شو لا صارت البوكسات وورا البوكسات صارت بوكسات الزيبل. نعم. ما صلاح الدين يعني الجريمة اللي صارت في صلاح الدين، وين هذه اللي كان يقول عنها المالكي؟ نعم. ما العبادي مو نفسه قال أنا راح أسوي اللجنة وأحصل الحقائق ما سقوط المحافظات اللي سقطت الأربعة اللي انمرضت. ليش اللي سواه شنو العبادي؟ العبادي ما يقدر ويا جندي من حشد ما يقدر العبادي ينفذ أي قرار. القرار قاسم سليماني الأول والأخير، هذا اللي عندي واللي موجود. نعم. أبو علي. نعم أبو علي. أبو علي من صلاح الدين كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أم زمزم من بغداد، تفضلي أم زمزم. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا لحضرتك وتحياتنا لقناة الرافدين والمشاهدين. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. يعني الرئيس اللجنة المالية اللي قدم الأسماء ما تذكر إلا قبل الانتخابات بكم يوم، قبل زين 4 سنين الحشد موجود والسرقات موجودة والنهيبة موجودة، زين هذا رئيس اللجنة المالية ما تذكر الانتخابات بكم يوم يقدم للسيد العبادي، والسيد العبادي جايبت بيها وانقتل هذا الشخص. نعم استاذ، هي نقدر نقول هي دعاية انتخابية، بس هي دعاية انتخابية استاذ، ليش هو العبادي وقادة حزب الدعوة ما يدرون انه نفط العراق كله انهب الايران؟ كل القنوات نشرتها وحتى قناتكم الموقرة، تانكرات بتنهبها الحشد ياخذوها من نفط كركوك ونفط الجيارة ويودوها الايران قادة الحشد. هاي ليش ما يحكون عنها؟ بس استاذ هم قادة حزب الدعوة المالكي والعبادي وغيرهم قدموا نفط العراق الايران في سبيل يبقون على الكراسي. هم جمهور العراق، هم لا. الكرسي يبقون يعني يحبون الدنيا فيريدون يبقون على الكراسي. استاذ عمر موازنة 2014 وينهم؟ كانت من استلمها العبادي كانت تبع 150 مليون، هو قال هو باعترافه قال حتى الموازنة من استلمت الحكم هو العبادي قال 750 مليون بس بالخزينة، وينها موازنة 2014؟ استاذ الطوها الإيران في سبيل ثبتهم على الكراسي، هم ما يهمهم الشعب. وهسه نعم. الان مو بس التناكر تنقل الايران، استاذ انبوب مال النفط راح يودوه الايران كله في سبيل يرضوها، ما يهمهم الشعب. نعم يهمهم بس
وأستاذ العصر ترشيد للانتخابات، حتى لو قلنا دعاية انتخابية للعباد إذا يسوون هاي الشغلة، بس إحنا وحتى هاي المرشحين هسه المالية صورهم بهم ناس محترمين وبهم ناس وطنيين وحبون شعبهم، بس شنو النتيجة حتى لو صعدوا بالبرلمان؟ أستاذ إحنا اللي يهمنا لو صير الانتخابات على مركز رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، لأن الحل والربط راح يكون بين رئيس الوزراء وبين رئيس البرلمان، صح لو لا؟ حتى لو ذول الوطنيين اللي هسه مرشحين وقعدوا بالبرلمان وحكوا الموافقة ما تصير إلا من رئيس البرلمان. نعم. فتشاهد هسه إيران كانت لروحها على أن ترشح هذول اللي تعيده للعبادي، وين لاقي هيك شخص موظف يستجيب إلى شو يطلبون منه ينفذ، وحتى رئيس البرلمان إحدى المرات من طلعوه من رئاسة البرلمان رد راح الإيران بروحته الإيران، من رجع قاسم سليمان وباعتراف عالي صغير. نعم. يعني مين هو بيهم دي يعترفهم؟ نعم. زين أم زمزم، يعني هناك من يقول كل هذه التصريحات داخل العملية السياسية خاصة من حيدر العبادي، القوائم الأخرى كالفتح، ائتلاف ذوة القانون، يعني يقول لك هذه الخلافات فقط في الواجهة، وبعد الانتخابات مباشرة الجماعة راح يتحالفون ويختارون رئيس وزراء، يعني كأنه خدعة للشعب هذه التصريحات. شو تقولين؟ حكيك ذهب أستاذ عمر، هي هاي الحقيقة، يعني هي هاي بس ظاهرين أمام الشعب العراقي حتى يقولون بالرد الشعب العراقي ظاهرين بالإعلام إنه إحنا سوينا انتخابات وجو مرشحين وراح تصير انتخابات، لا هي ظاهرين بس بالإعلام، بس بالحقيقة هم راح يرجعون نفسهم. أنا أركز بس على رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، هم الحل والربط راح يكون بيدهم، وكلامك مضبوط أستاذ 100% مضبوط، هي هاي شغلة إعلامية لإرضاء الشعب ظاهريا. نعم. أنا أشكرك أم زمزم من بغداد كانت معنا. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك أخي العزيز والقناة الرافدين وكل الكادر. حياك الله أستاذ عمر. الميليشيات بعد ما تجاهلت الحكومة والبرلمان والمرجعية للأعمال الإجرامية اللي يقومون بيها صارت هي اللي تتحكم بأمور البلد، فلا العبادي ولا غيره يقدر يكبح جماحهم ويوقفهم عند حدهم، خصوصا وهم مدعومين دعم مباشر من إيران. زين احنا نريد نسال، ليش هو العبادي ما يدري باللي كانت تقوم به الميليشيات؟ ليش هسه طلع يصرح بان تعرض الى ما تعرض اليه، وان ميليشيا الحشد بعد عناصرها تقوم بسرقه اموال المقاتلين؟ هذا دليل واضح منه بان ما عنده اي سلطه على ميليشيا الحشد. ايران دائما موجوده استاذ عمر بكل مفاصل الدوله، وايران شافت بان العبادي انتهى دوره، والان اجى دور هذه العامري والمالكي ويريدون يرجعون المالكي اللي دمر العراق واللي اجج الطائفيه، وهو اقصد المالكي رجلهم القوي بالعراق، وخلي يشوف الشعب شلون ايران مسيطره على كل شيء بالعراق، ولا يطلع واحد ويمتح دور ايران ويقول دوله اسلاميه وتريد مصلحه العراق. ايران دوله مجرمه تطلب بثار من زمن الحرب العراقيه الايرانيه، وعمرهم ما راح ينسون هزيمتهم الشنيعه بالحرب ضد العراق. نعم. فزرعه المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي وغيرهم لتدمير العراق وجعله تابع لايران، وهو هذا اللي هسه حاصل بالوقت الحاضر. نعم. اخي استاذ عمر، قاسم سليماني وكل العراقيين يعرفون هو اللي يحكم العراق لصالح ايران، واتباع المجرمين اللي كانوا يقاتلون الجيش العراقي موجودين وينفذون كل ما مطلوب منهم. خلي يطلع السيستاني ويعتذر عن كل الفتاوى اللي أفتى بيها من فتوى عدم مقاومة الاحتلال الأمريكي مقابل 200 مليون دولار، إلى فتوى تأسيس الحشد اللي زاد الطين بلة مثل ما يقولون، وحتى إذا اعتذر بالتأكيد هو ما راح يعتذر، فلا الله ولا العراق ولا شعب العراق راح يغفر إلا بعد أن دمر البلد. أبو ناصر، أنت استمعت إلى كلمة رئيس الوزراء حيدر العبادي؟ نعم. شنو رأيك فيها؟ والله يعني هذا ما اعرف شلون رئيس وزراء وشلون قائد عام للقوات المسلحة العراقية، وشلون يطلع ويقول فصائل من الحشد او اعضاء من الحشد او غيرهم هددوني. انت شنو دورك يا اخي؟ انت على اي اساس صاير رئيس وزراء عراق؟ على اي اساس انت قائد عام للقوات المسلحة؟ اذا يطلع لك واحد منا يهددك بالقتل وانت ساكت، شنو دورك انت بالعراق؟ نعم. انتهى دورك يا العبادي. إيران تقول لك انتهى دورك، هاي تعليمات إيران، انتهى دورك، اطلع
اجى هسه دور قاسم، دور ابو ابو مهدي المهندس وهادي العامري، وراح يرجعوننا المالكي، والمالكي يعرفون هم كل زين، هو رجلهم القوي بالعراق وهو اللي ينفذ كل ما يطلبوه من عنده، وراح ياخذون الثار بعشرة من الشعب العراقي بسبب خسارتهم الحرب ويا العراق بزمن الحرب العراقية الإيرانية. نعم. ويبقى دور الشعب هو الفيصل أستاذ عمر. نعم. إذا يريد الشعب أن يعيش بعز لا ينتظر فتوى من معمم أو مرجع، هو ده يشوف البلد وين وصل به الحال والمواطن وين وصل حاله. نعم. مثل ما يطلعون بزيارات مليونية، خلي يطلعون بثورة مليونية ضد هاي الضغمة الفاسدة. يعني هو سيدنا الحسين عليه السلام، يعني أبو ناصر، أبو ناصر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين من داخل الحشد، يصور كراتين كبيرة وعدد كبير من هذه الكراتين. الكراتين عبارة عن تيشيرتات وبوسترات تابعة إلى قائمة الفتح، ومن يصورون هذا المصور المقطع يقول شوفوا يا المقاتلين في داخل الحشد، شوفوا اللي يسرقون أموالكم حتى يسوون بها دعاية انتخابية نفسهم. يعني الاتهام واضح إلى قائمة الفتح، ولكن رئيس الوزراء ما سماهم، ما يقدر يسميهم أستاذ عمر، ما يقدر يسميهم، لأن إذا يسميهم وحتى المرجعية ما تقدر تسميهم، هي خل تطلع المرجعية تقول هذا فاسد ولا تنتخبوه، ليش تقول المجرب لا يجرب؟ نعم. العبادي ما يقدر يسميهم، والعبادي إذا يريد يسمي واحد، وإذا يريد يحاسب واحد، وإذا يريد يقدم واحد للمحاكمة إذا يقدر، يعني انتهى اساسا، انتهى من الوجود. نعم. ما عنده اي سلطه عليهم. نعم. ابو ناصر من تركيا كان معنا اتصال. صالح من السعوديه، تفضل صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عمر اسلم عليك. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بك. الثاني احنا لازم يكون عندنا وحده عربيه من بغداد الى طنجه الى المغرب، وعدونا واحد عدو العرب ويضحك على العرب ويستغل الفراق، يستغل التفرقة بين الشعوب العربية وداخل الوطن الواحد. عدونا النظام الفارسي، نظام إيراني فارسي عنصري قومي ليس علاقة بالدين، وتاريخنا العربي واحد من أبو بكر وعمر وعثمان والرسول صلى الله عليه وسلم وعلي والحسين، صالح تاريخنا واحد. ماشي. معك. الدول العربية برأيك أنت كمواطن عربي سوت حتى تمنع هذا المشروع؟ يعني من الإيرانيين من 2003 متغلغلين وبنى وسوى، والعرب بعيدين، العرب يتحملون مسؤولية كبرى. شوف يا عمر. نعم. يا عمر أنا أعطيك رأيي الشخصي إن 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 الفرس استطاعوا أن يضحكوا على العرب في الفترة السابقة في العراق وفي لبنان وفي اليمن وفي سوريا. شلون؟ إيش يعملون؟ يعملون أحزاب سياسية ومعها فرق اغتيال، فرق قتل اللي هم الميليشيات. نعم. الآن أتحدى رئيس الحكومة ولا أي واحد يعارض إيران يقتلوه. هذا نظام عصابات، استخدموا الانتخابات، استخدموا النظام السياسي، لكن هدفهم السيطرة لخدمة الفرس والعرب لا قيمة لهم. أنا أعطيك مثال، مناطق السن اللي هي الغربية جميع قراراتها من يوم دخلت القوات الأمريكية والله في صالح إيران، يدلك أن هذه القيادات السنية مخترقة من إيران، قاتل الأمريكان، طلبوا خروج الأمريكان ولا يقدر يحمي شعب المنطقة الغربية، وأبادوهم بالميليشيات والقاعدة وداعش. اثنين، القاعدة وداعش هذول أقبى ناس، خدموا استخبارات إيران، قتلوا العرب، دمروا مناطق السنة، سووا سمعة الإسلام، أعطوا فرصة للعدو الفارسي لتدمير المناطق العربية. أول وآخر نلغي التفرقة، لا شيعة لا سنة لا كلام فاضي، هذا كلام فاضي. الأمة الإسلامية هم واحدة. اثنين، في عرب في جنوب العراق احنا محتاجينهم، هذول رجال حيحرروا أنفسهم من ميليشيات إيران، لكن مناطق السنة من يحررها؟ من يحرر المناطق؟ ايش السنة يحاربوا بعض؟ أو مناطق السنة يخدمون إيران، حرموا الانتخابات، حرموا العلف الحكومة، طردوا القوات الأجنبية، هي أصلا مسؤولة عن المناطق الغربية، مفروض من العراق اللي يمنوها. فأنت لو تلاحظ قرارات السنة كلها ضد الشعب السني. الحل الوحدة العربية العراقية،
ما في لا سنة ولا شيعة ولا كراضي. احموا بلدكم واخدموا المستقبل. ايش دخلنا في التاريخ؟ انا ايش دخلني معاوية ويزيد وحسين وقضايا من 1400 سنة؟ والله العالم تضحك هنا، والله تضحك. ايش دخلني في التاريخ؟ الشعب ماذا يبغى في الوقت الحالي؟ زي شعب اليابان، زي سنغافورة، زي ماليزيا، زي اوروبا، يبغى يعيش. إذا وصلنا لدرجة الوعي، أتحدى النظام الفارسي المتخلف القاتل العرب أن ينجح في أي دولة عربية. أهمش الوعي والوحي. نعم. ما عندنا لا شيعة ولا سنة ولا حسينيات ولا كلفات. نعم صالح، شكرا يا عمر. صالح من السعودية كان معنا. معنا اتصال أبو خالد من قطر، تفضل أبو خالد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا أستاذ عمر، كيف صح؟ حياك الله، يا أهلا بك أستاذ عمر. الشعب العراقي شعب مثقف وتاريخ حضارة، وشعب العراق غني. يعني شوف أخي العزيز، بال 2003 احتلال العراق احتلته أمريكا. مين اللي جاب العصابة الموجودة؟ هذا أمريكا. مين اللي جاب إيران؟ أمريكا. مين اللي جاب العصابات؟ أمريكا. نعم. أمريكا. مين وقع اتفاقية مع الحكومة العراقية؟ وين اتفاقية هذه؟ نعم. صح ولا غلطان أنا؟ نعم أبو خالد. يا أخي الشعب العراقي يقوم قومة رجل واحد، وما يستخن هذول متخلفين عقليا. أبو عمر، أستاذ عمر، شاري واحد عنده شهادة ثانوية من كل الماسكين، من رئيس الوزراء وما شهادة ثانوية ما عنده. أخي العزيز، روح شوف رومانيا وبلغاريا واستراليا، شوف الدكاترة العراقيين، شوف المهندسين العراقيين، شوف الصيادة العراقيين، كلهم عراقيين عباقرة وموجودين هنا معنا بالخليج. نعم. كلهم هربوهم وجوا هم استلموا ولا. إيران تخبز خبز أمريكا. أمريكا هي عدوة العراق وعدوة العرب وعدوة الأمة العربية، زي ما تكلم الأخ صالح. هذا الكلام الحقيقي. نعم. أنتم مفروض جامعة الدول العربية تتكلم. جامعة الدول العربية شنو دورها؟ ولا لا أي دول. يا أستاذ، في مواطن عربي يقدر يروح العراق حاليا؟ كلهم إيرانيين يدخلون من غير إقامة، من غير فيزا، من غير أي شيء. ولا عربي يقدر يروح العراق. نعم. أبو أيوة، ما أي واحد يقول لك أروح دولة محتلة، أنا أروح دولة على دولة. نعم. أبو خالد من قطر كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول مساء الخير أخ عمر، والله الحكومة طائفية وملينا، دمار وخراب وتهجير. أخوك أبو عمر الدليمي من الأنبار. رسالة أخرى يقول السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. أخي العزيز عمر، كل هؤلاء يتحدثون عن الفساد وعن سرقة الأموال، وأصبح التحدث عن الفساد بطاقة النصر في الانتخابات، وكأن هؤلاء يقول ليس لديهم أي علاقة بسرقة أموال العراق. المشكلة هؤلاء يعتقدون بأن العراق تابع لآبائهم ويتصرفون به كما يحلو لهم، وجعلوا تبعية العراق لإيران فقط. وسوف ترى، حيث أولا نجحوا في تأسيس ميليشيات لحماية سرقاتهم، والآن سوف ترى في الانتخابات يتحالف الفتح ودولة القانون للتسلط مرة أخرى على رقاب الناس، وتبقى الطائفية واضطهاد أهل السنة كما يقول. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. وأودي تحياتي لكل المتصلين وبالخصوص الأخوة العرب الشرفاء. حياك الله حبيبي. لا خير في حاكم لا يقيم عدلا ولا يدحض باطلا. هاي دعاية انتخابية من جناب حيدر العبادي. نعم. إذا أنت تعرف فاسدين وين كنت عنهم، ليش ما تحكي؟ لأن هذا تهديد ضمني. نعم. قبل تقريب بالضبط تقريب شهر ونص، إيران كانت تدعم
العبادي. نعم. وكان مجموعة من الفت توصلت على أن تزيح العبادي ولكن ما استطاعت. ما أدري شو تغير الأمر، صار عندهم اختلاف، ولكن لا يتوقع هذا الاختلاف راح يستمر. إحنا لا ننسى يا شعب العراقي، لا ننسى، هو هذا التاريخ راح يعيد نفسه. أرجو لا تفرض أنا طائفي أو كذا، لا والله ما عندي هذا الشيء. اللي عنده طائفي ما عنده إيمان بالله. نعم. راح أما مرة ثانية يصير الاختلاف بيناتهم ويجون للأم الحنونة إيران ويصطفون من أجل المذهب، هذا الشعار، هم كلهم من أجل المذهب. يعني أقصد الحكومة العاصفة وأنهم رافعين لا نصر ولا فتح ولا قانون ولا وعدة، كلهم دولة كلاوشية. العجب على العراقيين، العجب على العراقيين. والسيد السيستاني ايش قال هالأيام؟ هم كان عندهم يعني راح يسوي السيستاني، راح يقف موقف من كل اللي موجودين موقف واحد، هذا غلط. مثل ما لك 8 سنوات حكم الزوال، أصلا كل هاي الدولة اللي إدت شلون أنت مرجع، أنت شلون يعني موقف يعني دولة، أنت من اللي تقول المجربة يجرب، دولة ما تجربوا ليش ما تطلع، ليش ما تأتي؟ اثنين، أنا أتحدى حتى هم موقع السيستاني موجود ومريدين السيستاني، أنا مو طائفي وأنا رجل شيعي، شيعي وابن معمم أيضا. أتحدى أنه هاي الكلمة اللي يقول السنة أنفسنا موجودة، خلي هو بخط إيده وموجود، أو ضد الأمريكان بكلام واحد تفوه، أو ضد الاحتلال، ماكو هذا، ما له تاريخ. أو يظهر للشعب، والله قبل أسبوع بالضبط السيد جواد الشهر الثاني اللي ماخذ بنته والوكيل المطلق المرجع في قوم قام يوزع شقاق لمن؟ والعراقيين تاكلهم جوع، مدينة علم ومستشفيات في إيران وكذا. إحنا يا شعب العراق ما هو دورك؟ إلى متى؟ يعني أنت ما تدري جاي يشوف؟ إذا تدري أنا هم كلهم يقولون إحنا من نستعن نحكم العراق، هم جاي يقولون وكل إحنا فازين وكيك قاسمناها. زين يضحك عليك النوب يطب لك من الشباك يطلع من الباب ويرجع عليك من الشباك. نعم يعني أبو علي، مثلت الأسماء، والله كل من يخلي إيده بهذا اللون الأحمر هذا كان الحمد لله ما مشارك بي يخلي بعض الدم. يا أخي إحنا عراقيين كاملين، إحنا كامل، إذا مو العراق من الشمال الجنوب من شرق الغرب العراق ما يصير عندنا عراق. نعم. وبدون العراق ما نسوى شيء والله يا عراقيين. أنا خادمكم أخوكم، أنا مشتغل بالمعارضة وأعرف وتهجرت وتأذيت وكشفت شو اسمه، بس ماكو مثل العراق، ما نحن بدون اتحاد لما يصير. نعم أبو علي. يعني إحنا إلى متى الناس طبعا حقنا بدون، ليش ما لما تروح للخارج؟ هذا عراقي خطية، يعني شنو إحنا عقلنا يختلف عن العالم؟ أنت ما تميز هذا والله، أنت تبيع العراق مالك ببطانية يعني إلى متى؟ العجب على العراقيين، والله السيستاني منا، يا أخي إذا هو انتخاب، إحنا على من ننظر الحرق السيستاني؟ على ياسر. نعم. خليها دكتاتورة وخليها ولاية الفقيه. أبو علي. أبو علي من كربلاء كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو علي من البصرة. تفضل أبو علي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. اسمعني من التلفون، التلفزيون لا يشوش على الصوت. نعم. أقول لك أستاذنا العزيز هو يعني يجي يحكي عن فساد، أكبر عن فساد. بس إحنا ما افتهمنا الفاسد منه. نعم. هاي واحدة. الثانية، إحنا بالنسبة لنا العشائر ما تعدنا طائفية، نص العشيرة سنة ونص العشيرة شيعة، وابتلينا ظلينا بهالنور. نعم. شكرا أستاذنا العزيز. أنا أشكرك أبو علي من البصرة كان معنا. أبو حسام النعيمي في رسالة على الواتساب يقول: تحية لك أستاذ عمر ولكادر القناة. لا حل استقرار العراق وشعب العراق إلا بالقيام بثورة عارمة للقضاء على كل العملية السياسية الحالية التي جلبت الدمار والخراب للبلد، والقضاء على المعممين المرتبطين ارتباطا مباشرا بدولة الإجرام إيران، وأن يرفض التدخل الأجنبي بشؤون العراق وشعب العراق. رسالة أخرى يقول:
مساء الخير أخي عمر. هذه مؤامرة على العراق تسقطه خلقا وأخلاقا وحضارة وعلما. أخي هؤلاء كلهم فاسدين ويطلعون يحكون على الفساد، لعد منه طلع الفاسد الشعب. اتصالك أم عبد الله من بغداد، بقالنا دقيقة. تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله. نعم. تفضل يا أم عبد الله. تفضلي. أم عبد الله. أم عبد الله. ألو. أسمع إيش تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أرد على الأستاذ صالح من السعودية وأبو قطر أبو خالد. أستاذ إحنا بنشوف إنه الوطن العربي يقولون إحنا العرب مضحكة. ليش إحنا العرب مضحكة؟ اللي ضحك علينا هم الحكام العرب. حكام العرب هم اللي قاموا بعملية تفتيت الشعب العراقي وتفتيت الشعب السوري. اللي صار في العراق وسوريا هو نتيجة أعمال الحكام العرب. هم اللي شتتونا، هم اللي أدت إلى وجود النعرات الطائفية. تركونا بأيدي إيران، دخلوا الاحتلال الأجنبي عن طريق الحدود مالتهم إلى العراق، سيطروا على كل منافذ العراق. فإحنا ليش مضحكة؟ إحنا كشعب إحنا مو مضحكة. اللي ضحك علينا هم حكام العرب، وكل الدول العربية تقوم بعملية دفاع عن نفسها ضد حتى تحمي نفسها من إيران وخلت مشاكلها وكلها، وين تمويل الميليشيات وتمويل الإرهاب وتمويل كلها في العراق وسوريا واليمن، وأصبح الوطن العربي كله في حالة تشتيت. حتى النفوذ الإيراني في الأرض اللي فتح حسينيات، يعني مع الاحترام للحسينيات، المشاكل إيران في المغرب العربي، في أيضا في مساعدة الإرهاب في المغرب وقطعة علاقته. لو إحنا نأخذ ككل كوطن عربي نأخذ التزام واحد واتحاد واحد ضد الاتجاهات السياسية الخارجية خاصة إيران، لا أصبح قوة عراقية أو قوة وطن عربي قادر على حماية سياسة الوطن العربي. كان بس قائد واحد هو اللي يدافع عن العراق وعن الوطن العربي، راح هو اللي هم اللي أدوا إلى إلغاء هذا الحكم. نعم أم عبد الله. فإحنا لازم نتحد كفنا كوطن عربي حتى نحافظ على وطننا وعلى شعبنا. والتحيات أم عبد الله من بغداد كانت معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.